فاكهة شتوية هي فاكهة قليلة بتتمثل في الموالح، برتقال مستفندي وتفاح وفراولة وموز. غير فاكهة الصيف، فاكهة الصيف بسم الله ما شاء الله متنوعة وكتيرة، مانجا بجميع أنواعها وعنب وتين. فاكهة الشتاء يعني محصورة في الموالح المستفندي والبرتقال. السنة اللي فاتت كانت حاجة كويسة جدا، بالمقارنة بالسنة دي لا الحاجة غالية جدا 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 يعني. في حضرتك الطماطم كانت كويسة وغالي، وفي البصل القديم، الوحيد اللي نقص بس البطاطس، في خيار، كوسة، الملوخية، الفاصوليا والبصل. والله هي الأسعار بصفة عامة غالية، سواء خضار أو فاكهة أو غيره، بس المفروض نستحمل ونقف على بلدنا حتى نعدي باب الأمان يعني. الأسعار في زيادة، ولكن هل الزيادة دي حاجة جديدة يعني، ولا ظروف دولة لازم نبقى على مستوى مسؤولية ونقف جنب بلدنا يعني؟ مش عايزين نفضل نتكلم في نقول زيادة زيادة زيادة. أنا شايف إن الناس كلها تعبانة ولكن الناس عايشة يعني، قدر الإمكان الناس عايشة وربنا يستر. يعني حضرتك كل حاجه مرتفعه، حتى الاسعار، حتى البنزين. بالنسبه للاكل والشرب، احنا بالنسبه لينا احنا موظفين، فمرتبنا على قدنا، نجيب منين؟ يعني لو قلنا نقول نسرق هيحبسونا، صح ولا لا؟ فنعمل ايه؟ والله كل حاجه يا بنتي غليت، ما اعرفش ايه اللي حصل للدنيا. الامام 15 جنيه، كل حاجه اترفعت وغليت، ما تعرفش ايه اللي جرى للدنيا. مين اللي بيغلي؟ مين اللي بيرخص؟ ربنا اللي يعلم. احنا بنجيب الحاجة غالية من السوق، صدقيني ما بنلم ثمنها. يعني الأول كانت الحاجة رخيصة، كنا بنبيع كتير وكان في بركة، دلوقتي مفيش بركة، وحط الفلوس ما بنلاقيهاش.